صحيح أن الكمبيوتر والهواتف الذكية أصبحت مصدر معظم المعلومات التي تخزن في عقولنا، لكن يبقى الكتاب المطبوع المصدر الأكثر مصداقية لجميع المعارف الإنسانية. مع هذه الأهمية الكبيرة للكتاب، يصبح للمكتبة المنزلية خصوصية فائقة، فهي تعبيراً عن مدى تقدير القارئ للكتب. لذا فإن المكتبة ليست مجرد رفوف تصف بها الكتب، ولا مجرد إضافة لبعض القطع الخشبية، بل هي جزء جمالي في المنزل تضيف لمسة فنية راقية. إن المكتبة المنزلية تعمل على غرس حب القراءة والمطالعة بين أفراد الأسرة، لذلك فإن أصحاب المنازل المهتمين بإنشاء مكتبات في بيوتهم يعتمدون على التصاميم المبتكرة أو المميزة، أو حسب تصاميم البيت الداخلية، لتعطي جواً مريحاً وتشجيعاً لجميع أفراد الأسرة. إن نماذج المكتبات المنزلية كثيرة ومتنوعة، فمنها ما يصمم في غرفة كاملة، ومنها المتنقل، ومنها المكتبات الملحقة في غرف الجلوس.